بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر برقية تهنئة إلى معالي الشيخ محمد بن راشد الخليفة رئيس اللجنة العليا لبطولة كأس العالم الثالثة للطيران الحر الداخلي بمناسبة نجاح البطولة التي استضافتها مملكة البحرين. هذا نصها: معالي الابن العزيز الشيخ محمد بن راشد الخليفة الموقر رئيس اللجنة العليا لبطولة كأس العالم الثالثة للطيران الحر الداخلي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمزيد من الفخر والاعتزاز يطيب لنا أن نهنئكم بالنجاح الكبير والمتميز لبطولة كأس العالم الثالثة للطيران الحر الداخلي التي استضافتها مملكة البحرين للمرة الأولى بمشاركة نخبة من أبطال العالم، والتي دخلت بفضل جهودكم وجهود فريق العمل تحت قيادتكم تاريخ البطولات العالمية. إبننا العزيز، إننا لنعرب لكم عن إعجابنا بالمستوى المشرف التي خرجت به هذه البطولة إعدادا وتنظيما وبالشكل الذي يليق بمكانة البحرين الدولية وسمعتها متميزة في مختلف المجالات ومن بينها المجال الرياضي. لقد عكس دوركم البارز واهتمامكم الشخصي وعملكم الدؤوب في تنظيم هذا الحدث العالمي واستقطاب الأبطال الدوليين للمنافسة في هذه البطولة، ما تتمتعون به من قدرات متميزة وتنظيم رائع، تمكنتم والفريق العامل معكم من رفع مكانة مملكة البحرين عاليا في هذه البطولة الدولية، وهو ما كان موضع إشادة وإعجاب من جميع المشاركين والمتابعين لهذه الفعالية الرياضية. وأنني لعلى ثقة من أنكم ومن خلال جرافتي ستواصلون جهودكم في تطوير هذه الرياضة ورعاية واحتضان من يمارسونها من أبناء البحرين للحفاظ على اسم المملكة يرتفع عاليا في البطولات القادمة. ختاما أدعو الله العلي القدير أن يبارك لكم ويوفقكم إلى تحقيق المزيد من النجاح والتميز والإنجاز. خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء. من جانبه بعث معالي الشيخ محمد بن راشد الخليفة رئيس اللجنة العليا لبطولة كأس العالم الثالثة للطيران الحر الداخلي برقية شكر لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر على العناية والرعاية الكريمة من سموه والتي أسهمت في نجاح البطولة. هذا نصها: سيدي صاحب السمو الملكي الوالد الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظكم الله ورعاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي الوالد، أتشرف وأن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان على ما غمرتموني به من فيض مشاعركم وكلمات سموكم المعبرة بمناسبة نجاح مملكة البحرين في استضافة بطولة كأس العالم الثالثة للطيران الحر الداخلي، وهذا ما يزيدنا إصرارا وعزيمة على مواصلة الجهد والانطلاق نحو المستقبل بفضل دعمكم لتحقيق المزيد من النجاح والتطوير لهذه الرياضة في مملكة البحرين. سيدي صاحب السمو، إن هذه العناية والرعاية الكريمة من سموكم حفظكم الله أسهمت في نجاح البطولة التي كانت موضع إشادة وتقدير من كل المشاركين والمتابعين لهذا الحدث الرياضي الكبير، ومنكم يا صاحب السمو وبرعايتكم نستمد كل الآمال والطموحات ونسير بخطى واثقة لتحقيق المزيد من الإنجازات عبر مد جسور التواصل الرياضي مع مختلف دول العالم. وإننا نعهدكم يا صاحب السمو باسمي ونيابة عن الفريق العامل في جرافيتي للطيران الحر الداخلي أن نمضي بكل عزم وتصميم في سبيل النهوض بتلك الرياضة في مملكة البحرين وتحقيق أفضل النتائج في البطولات العالمية المقبلة وبالشكل الذي يضع مملكة البحرين في الصدارة على الصعيد الدولي. أسأل الله العلي القدير أن يحفظكم يا صاحب السمو ويديم عليكم وفور الصحة والعافية وأن يمد في عمركم وأن يجعلكم ذخرا وسندا للبحرين وشعبها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنكم محمد بن راشد الخليفة رئيس اللجنة العليا لبطولة كأس العالم الثالثة للطيران الحر الداخلي.